لم تتمدد العلامة الزرقاء الداكنة على وجهي أو تتقلص، كما لم تتسبب لي أي ألم أو حمى. نسيت وجودها تدريجيا، وتوقفت عن محاولة إخفائها بارتداء نظارة شمسية أو قبعة ذات حواف مشدودة للأسفل. كنت أتذكرها من الحين لآخر عندما أخرج للتسوق، ويحدق الناس إلي أو يشيح بأنظارهم، لكن حتى ردات الفعل هذه لم تعد تزعجني بعض الوقت. لم أكن أسبب لهم أي أذى بوجود علامة على وجهي. كنت أتصفحها كل صباح عندما أغتسل أو أحلق، لكني لم أرى تغييرا، ظل حجمها ولونها وشكلها كما كان. عدد الكائنات البشرية التي عبرت عن قلقها بشأن الظهور المفاجئ للعلامة على خدي كان 4 تحديدا: ملك المغسلة الذي بجوار المحطة، وحلاقي، والشاب من متجر أمورا للمشروبات الكحولية، والمرأة التي تجلس عند الاستقبال في مكتبة الحي. في كل حالة عندما أسأل عنها أتظاهر بالضيق وأقول شيئا غامضا مثل تعرضت لحادث، وكانوا يتمتمون يا للهول أو هذا مؤسف، كما لو أنهم يعتذرون لإثارة الموضوع. بدلي أنني أتناء عن نفسي مع مرور كل يوم، إذ حدقت إلى يدي قليلا أبدأ بالشعور بأنني أنظر خلالها. كنت لا أتحدث مع أي أحد تقريبا، ولم يتصل بي أي أحد أو يراسلني. لم أكن أجد في صندوق البريد سوى فواتير المنزل ورسائل وإعلانات التي كانت معظمها كتالوجات مرسلة إلى كوميكو مليئة بالصور الملونة وملابس الربيع. كان الشتاء باردا، لكنني كنت أنسى تشغيل جهاز التدفئة، غير متأكدا مما إذا كان البرد حقيقيا أم مجرد شيء بداخلي. لم أكن أضغط زر التشغيل إلا بعدما تقنعني نظرة ألقيها على مقياس الحرارة بأن الجو بارد بالفعل، لكن حتى عندها لم يكن البرد الذي أحس به يتبدد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.